السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نكملوا لابياس تاعنا اللي كنا خدمناها في الجزء الأول. اللي ما شافتش الفيديو تقدر تروح للقناة تشوف آخر فيديو خدمناه اللي هو لابياس هذه بطريقتها بالتفصيل. اليوم راح نكملوا لابياس. كنت قلت لكم لهنا مانيش راح نقطع الخيط بعد ما كملت لي بيتال نتاع الزهرة، ما قطعتش لهنايا الخيط. علاه ما قطعتش الخيط؟ باسكو راح نكمل لا دوزيام بارتي لهنا. واش راح ندير؟ بسم الله راح نطلع بغرز منزلقة، هكذا نطلعو فقط بغرز منزلقة بهذه الطريقة حتى نلحقو للفوق. هكذا نطلع فقط بغرز منزلقة، بهذه الطريقة نلحق للرأس نتاع البيتال. هكذا نلحق للرأس لهنا. كي لحقت للبيكو مانيش راح ندير المنزلقة في البيكو، راح نسحب البيكو هذا من الأمام وراح نروح لهنا من الوراء. لاحظوا خليت البيكو نروح من الوراء وندير منزلقة هكذا باش يبقى لي لو بيكو تاعي لهنايا هكذا واقف. الان راح نبدا ندير خمسه سلسله، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. راح نجي لهنايا نحسب واحد اثنين ثلاثه وندخل الكروشي تاعي لهنا فوق العمود الثالث هذا وندير منزلقه. نزيد ندير خمسة غرز أخرى، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هكذا. وراح أروح لابيطال الثانية، نروح لهنا نحسب واحد اثنين ثلاثة لهنا عند العمود ماشي عند العمود هذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. راح نروح لأول عمود لهنا خدمناه هذا هنايا الخامس وندير كيف كيف منزلقة، عفوا لهنا ندير منزلقة، نتحصلوا على هذا الشكل. الآن راح نزيد ندير سبعة سلسلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. من بعد راح نروح لأول عمود هذا نزيد ندير منزلقة، من بعد نزيد ثمانية سلسلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. لهنا مانيش راح نخدم في الرأس تاع البيتال، راح نروح للجهة المقابلة ونروح من الوراء دائما هنايا من الوراء للعمود الأول. نزيد ندير منزلقة ونزيد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، نروح للعمود الخامس من الوراء نزيد ندير منزلقة، ومن بعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نتحصلوا على هذا الشكل. لهنا كي درت خمسة راح نروح لا تخوازيام بيتال لهذه الثالثة، نروح للعمود واحد اثنين ثلاثة لهنا للثالث وندير منزلقة ونزيد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ونروح لهنا للرأس تاع السلسلة تاع البيطال عفوا ونزيد غرزة منزلقة. راح نتحصلوا على هذا الشكل. لاحظوا السلاسل اللي تحصلنا عليهم. الخدمة اللي راح نخدموها الآن راح نخدموها هكذا، نخدموها هكذا يعني راح نستعملوا غير لي تخوا بيطال هذو، هذوما راح يبقاو لنا هكذا محلولين كيما راهم. نحاول نكتب لكم باش هكذا ما تغلطوش. واش درنا؟ عندنا الدائره فيها لا بيطال الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه. هذو الثلاثه يقعدوا كيما راهم. حنا راح نخدمو الموتيف تاعنا راح يطلع هكذا،
راح يطلع بهذه الطريقه. واش راح ندير؟ راح لهنايا بدينا طلعنا المنزلقات حتى لهنا لراس البيكو، خدمنا 5 سلسله، ومن بعد زدنا خدمنا 5 لهنايا، ومن بعد زدنا خدمنا 7 وخدمنا 8 وزدنا 7 ومن بعد 5 و5. هذا هو العمل اللي خدمناه، خدمنا 5 ومنزلقه و5 للبيطال الثانيه منزلقه، ومن بعد 7 لهنايا قفلنا عند العمود اللي هنايا الخامس، رجعنا للعمود الاول درنا 7 وغلقنا عنده، زدنا 8 ورحنا للعمود الاول، زدنا 7 ورحنا للعمود الخامس، زدنا 5 سلسله ورحنا للعمود الثالث من البيطال الثالثه و5 سلسله. هذا هو الحساب اللي خدمناه، تحصلنا على هذا الشكل. الان واش راح ندير؟ راح نقلب العمل. لاحظوا، ندير اولا 1 2 3 سلسله، 3 سلسله ونقلب العمل لهنايا. فوق هذا المنزلقه هذه نزيد ندير عمود، هكذا راح نتحصل بمثابه عمودين، نتحصلوا هكذا بمثابه عمودين. الان واش راح ندير؟ راح ندير 8 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7 8، هكذا 8. نخلي الخمسه الاولى هذو ما نخدمش فوقهم، نروح للخمسه هذو الثانيين وندير غرزه حشو، هكذا غرزه حشو. لاحظوا، ما خدمتش فوق الخمسه الاولين، خدمت فوق الخمسه الثانيين، درنا غرزه حشو. من بعد راح ندير 3 سلسله، 1 2 3، ونروح لهذا الفراغ تاع 7. فراغ تاع 7 واش ندير فيه؟ ندير فيه غرزه منزلقه وندير 3 سلسله، عفوا غرزه حشو و3 سلسله، ونزيد في نفس الفراغ غرزه حشو و3 سلسله، ونزيد غرزه حشو و3 سلسله. يعني راح يجيوني 3 غرز حشو في الفراغ هذا تاع 7. الفراغ تاع 7 لاحظوا فيه 3 غرز حشو، هكذا 3 غرز حشو في الفراغ تاع 7. يعني انا هنا واش درت؟ راح نحاول نبين لكم باش هكذا تفهموا. واش درنا؟ خدمنا هنا 3 سلسله وزدنا عمود، يعني بمثابه عمودين، درنا 8 سلسله حتى لهنا، 8 سلسله حتى لهذا الثاني، ما خدمناش فوق هذه الخمسه الاولى، فوق الخمسه الثانيين. من بعد واش درنا؟ درنا 3 سلسله وغرزه حشو و3 وغرزه حشو و3 وغرزه حشو، يعني نتحصلوا على 3 غرز حشو في هذا الفراغ تاع 7، نتحصلوا على 3 غرز حشو. نزيد ندير 3 غرز حشو، 3 غرز حشو، ونروحوا لهنا لتاع 8 كيف نزيد ندير 3 غرز حشو في هذا الفراغ، هكذا واحدة درنا 1 2 3، 3 غرز حشو. من بعد نزيد نروح للفراغ تاع 7 كيف 3 و3 و3، هكذا. من بعد كي نلحقوا لهنايا ندير 8 وندير عمودين، هكذا 8 وعمودين. تبعوا برك تركيز تخدموها. خدمنا 3 فوق 7، نزيد 3 فوق 8، هذه غرزة الحشو الأولى و3 سلسلة، وغرزة حشو الثانية و3 سلسلة، وغرزة حشو الثالثة و3 سلسلة. كملنا الفراغ تاع 8، نرجعوا للفراغ تاع 7 كيف غرزة حشو الأولى و3 سلسلة، غرزة حشو الثانية و3 سلسلة، غرزة حشو الثالثة و3 سلسلة، هكذا كملنا. الآن راح نجي للفراغ تاع 5، ندير غرزة حشو. الآن
بعد ما درت غرزة الحشو في الفراغ تاع خمسة، ندير ثمانية سلسلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ونروح فوق هذيك السلسلة اللي خدمناها الأولى هنا وين درنا غرزة المنزلقة، نخدم اثنين عمود ماشي فوق البيكو، فوق غرزة المنزلقة هنا ندير اثنين عمود هكذا، راح نتحصلوا على هذا الشكل، نتحصلوا على هذا الشكل. الآن راح ندير ثلاثة سلسلة ونقلب العمل هكذا، ونقلب العمل. لاحظوا لهنا راح نخدم فايفيان، راح نروح ونجي نروح ونجي حتى نكمل لابياس، خاطر ماهيش دائرة. الآن واش راح ندير؟ راح نعاود ندير عمود فوق العمود، عمود فوق العمود. بعد واش ندير؟ راح ندير ثمانية سلسلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمانية سلسلة، ونروحو للفراغ تاع ثلاثة، ماشي الفراغ تاع ثمانية، الفراغ تاع ثلاثة الأول، ندير فيه غرزة حشو، نتحصلو على هذا النتيجة، نتحصلو على هذا النتيجة. الآن ثلاثة سلسلة ونروح للفراغ الموالي ندير فيه غرزة حشو، الفراغ تاع ثلاثة سلسلة، ونتم بهذه الطريقة ثلاثة سلسلة وغرزة حشو في الفراغ، ثلاثة سلسلة وغرزة حشو في الفراغ حتى نكملهم، واحد اثنين ثلاثة، ونروح للفراغ الموالي كل فراغ فيه غرزة حشو فقط، واحد اثنين ثلاثة وغرزة حشو، 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 ونكملوه، واحد اثنين ثلاثة وغرزة حشو، وواحد اثنين ثلاثة وغرزة حشو، نزيد واحد اثنين ثلاثة، عفوا واحد اثنين ثلاثة وغرزة حشو. الآن لحقنا السلسلة تاع ثمانية هذه، ما نخدموش فوقها، نخدمو مباشرة ثمانية سلسلة أخرى، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ونروح فوق الأعمدة، فوق الأعمدة اللي درناهم ندير اثنين عمود، فوق كل عمود ندير عمود، ها عمود فوق العمود، وعمود فوق هذوك ثلاثة سلسلة تاع البداية، هذوك اللي بمثابة العمود الأول هكذا. كي نكمل كملنا السطر هذا، من بعد واش راح نديرو؟ الان واش راح ندير؟ الان راح ندير ثلاثه سلسله، دائما الحاشيه فيها ثلاثه سلسله وعمود، يعني بمثابه عمودين في الحواشي منا ومنا هكذا. الان هاني قلبت العمل، نزيد الان ثمانية سلسلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، نروح لهنا للفراغ تاع ثلاثة ماشي الفراغ تاع ثمانية، فراغ تاع ثلاثة ندير غرزة حشو، ونعاودو نفس الخدمة، نفس يعني السطر هذا راح يتعاود. لحظة نحاول أني نغير الألوان. لهنا واش درنا؟ هنا طلعنا بثلاثة سلسلة وعمود، ومن بعد درنا ثمانية ورحنا لهن للسلسلة تاع ثلاثة، هنا للسلسلة تاع ثلاثة درنا ثمانية، ثمانية سلسلة وغرزة حشو فوق ثلاثة، زدنا ثلاثة سلسلة وغرزة حشو، ثلاثة سلسلة وغرزة حشو، ثلاثة سلسلة وغرزة حشو، ثلاثة سلسلة وغرزة حشو، هكذا هكذا حتى نلحقو الثلاثة الآخرين، نديرو ثمانية وعمودين، نعاودو نطلعو ثلاثة سلسلة وعمود، نزيدو نفس الشيء، نروحو طول ثمانية سلسلة وغرزة حشو فوق ثلاثة، نزيدو ثلاثة سلسلة وغرزة حشو، ثلاثة سلسلة وغرزة حشو، هكذا حتى نلحقو الأخيرة، نديرو ثمانية وعمودين.
ونعاودو نطلعو حتى نتحصلو على الأناناسة بمثابة أناناسة تجينا لهنايا هكذا. نحاول اني نعدها لكم في الطبيعة. راح نخدمو هكذا، نروحو ونجيو نروحو ونجيو نروحو ونجيو حتى نتحصلو على هذا الشكل، عمودين وثمانية سلسلة، وكل مرة راح ننقصو 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 حتى نتحصلو على فراغ واحد تاع ثلاثة سلسلة. نكمل لهنا، درنا عمودين وثمانية وغرزة حشو فوق الفراغ الأول هذا تاع ثلاثة. الآن ثلاثة سلسلة وغرزة حشو في الفراغ الموالي، ثلاثة سلسلة وغرزة حشو في الفراغ الموالي، هكذا ثلاثة سلسلة غرزة حشو في الفراغ الموالي، هكذا واحد اثنين ثلاثة غرزة حشو في الفراغ الموالي. لو كان تلاحظوا راح تلقاو في كل مرة الفراغات هذو تاع ثلاثة سلسلة في كل مرة تنقص وحدة، في كل مرة ينقصوا 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 حتى تحصلوا على الأناناسة. واحد اثنين ثلاثة وغرزة حشو، 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 واحد اثنين عفوا واحد اثنين ثلاثة وغرزة، لا لهنايا لحقنا للأخيرة نديرو ثمانية، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ونروح عمودين فوق الأعمدة تاع البداية، عمود الأول والعمود الثاني هكذا. درنا عمودين، لاحظوا النتيجة اللي نتحصلوا عليها، ندير ثلاثة سلسلة تاع البداية ونقلب نقلب العمل وندير العمود الثاني لأنها ثلاثة سلسلة هذه تعوض للعمود الأول. لاحظوا النتيجة كيفاه بدات تتشكل، لاحظوا لاحظوا كيفاه بدات تشكل لي الأناناسة. راح نبقى نخدم نفس الشيء، اثنين عمود وثمانية سلسلة وثلاثة سلسلة غرزة حشو وثلاثة سلسلة غرزة حشو حتى نرجعوا لهنا نديروا ثمانية سلسلة وعمودين، ونكمل حتى نكمل هذا الأناناسة هذه ونرجع لكم. فوالا لاحظوا النتيجة اللي نتحصلوا عليها، في كل مرة هذا الفراغات كل مرة راح ينقصوا كل مرة راح ينقصوا حتى تحصلوا على فراغ فقط واحد تاع ثلاثة، يعني ثمانية سلسلة وثلاثة وثمانية. الآن راح نكمل هذه النتيجة اللي نتحصلوا عليها، الآن راح نعاود نقلب العمل وندير ثلاثة سلسلة هكذا، ونقلب العمل وندير عمود. الآن ثمانية سلسلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ونروح هذاك الفراغ تاع ثلاثة وندير غرزة حشو فقط وثمانية أخرين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. لاحظوا كملنا الأناناسة كملت، نزيد ندير عمودين فوق العمودين، العمود الأول والعمود الثاني هكذا. الآن واش راح ندير لهنايا؟ لحقت وين كملت، كملت الأناناسة تاعي تحصلت على ثمانية وغرزة حشو وثمانية وهكذا عمودين وعمودين، تحصلنا هكذا هذه النتيجة اللي كملت بها. الآن واش راح ندير؟ الآن راح نعاود نرجع عمودين وثلاثة سلسلة وعمودين، عمودين ثلاثة سلسلة وعمودين، واحد اثنين ثلاثة، ونرجع ندير العمود الثاني وثلاثة سلسلة، ونروح مباشرة العمودين اللي في الحاشية
نخدم عمودين، عمودين ثلاثة سلسلة وعمودين. لاحظوا هكذا غلقت الأناناسة تاعي، تغلقت صحيح، ها هي الأناناسة تاعي اتغلقت. الآن واش راح ندير؟ نعاود نفس الشيء، ثلاثة سلسلة وعمود، وثلاثة سلسلة وعمودين، يعني راح نعاود عمودين ثلاثة سلسلة وعمودين هكذا، عمود الأول والعمود الثاني. لاحظوا النتيجة اللي تحصلنا عليها، تحصلوا على هذا النتيجة. نزيد نفس الشيء، اثنين عمود، الأول دائما يعوض بثلاثة سلسلة، اثنين عمود ثلاثة سلسلة واثنين عمود. تبعوا فقط الحساب راح تخرج لكم لابياس. أنا لهنايا كي استعملت الخيط المسلك جاتني شوية ملوية، لكن كي تتحدد راح تبان النتيجة، راح تكون هكذا. ها هي النتيجة كيف راح تكون. أنا هنا راني لهن، راح تقولوا لي الزهرة من هنايا، أنا الزهرة من هنا في الموتيف هذا الأحمر، غيرت فقط الموتيف، نورمالمون تجي هكذا، هذا هو الموتيف تاعنا اللي راح يخرج لنا، يخرج بهذه الطريقة. خدمنا الأناناسة، غلقنا، الآن راني هنايا في هذا ثلاثة سلسلة، هذا عمودين ثلاثة سلسلة وعمودين. خدمنا واحد اثنين ثلاثة، نزيد الرابعة، أربع مرات، نزيد ثلاثة سلسلة وعمود هكذا، وثلاثة سلسلة و اثنين عمود، فقط تركيز. نتيجة ها هي اللي تحصلت عليها، أربع مرات ثلاثة سلسلة، يعني هكذا ثلاثة، نزيد ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، نزيد الرابعة هكا، ثلاثة سلسلة عمودين، ثلاثة سلسلة وعمودين هكذا. النتيجة راح تكون هكذا. الآن راح نخدم فقط الجهة هذه. لاحظوا واش ندير، راح ندير عمودين وفوقهم عمودين وفوقهم عمودين هكذا، عمودين وعمودين وعمودين. لاحظوا ندير ثلاثة سلسلة ونقلب العمل، لاحظوا ندير عمود فوق العمود، نتحصل هكذا على عمودين. راح نخدم الجهة هذه وحدها والجهة هذه وحدها، نزيد ثلاثة سلسلة ونقلب العمل، ونزيد فوق السلسلة هذه ندير عمود، نزيد ثلاثة سلسلة ونقلب العمل، وفوق السلسلة هذه اللي درناها السطر اللي فات نزيد هكذا، يعني راح نتحصلوا على عمودين عمودين وعمودين. لاحظوا النص هذا اللي منا يتخدم بعد، راح نخدمو هكذا عمودين عمودين وعمودين. ها راح اكتفي عند هذا الحد، راح اكتفي في الفيديو هذا عند هذا الحد. الفيديو القادم ان شاء الله راح نكملوا هذا، راح نكملوا هذا لابارتي هذه وهذه باذن الله. ما عليا غير نقولكم ديروا التطبيق تاع الجزء الاول والثاني هكا، هذا الجزء الاول والثاني ديروا التطبيق، وان شاء الله انتظروني في الجزء الثالث ان شاء الله، وان شاء الله راح تقدروا تخدموا من هذا لابياس يعني عده اقتراحات. الشيء اللي لقيتو يعني سيغ انترنت بالنسبه لهذا لابياس نقدروا نخدموها كول، كيما نقدروا نخدموها لباس يعني ان بول بور فام، ولا كيما نقدروا نستعملوها يعني في عده استعمالات. تقدري ما تخدميها بالصوف وديريها في غطاء بيبي، تقدري ديريها بعده استعمالات. ما لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وانتظروني في الجزء الثالث ان شاء الله.